طيب قبل ما كده، كلام الكابتن محمود الخطيب في مؤتمر جي ال سي واشادته بالمغرب وتهنئته للمغرب لقيت ردود فعل طيبه جدا في المغرب، وده فيديو لمشجع مغربي بيعلق على تهنئه الكابتن الخطيب للمغرب. سمعت كلمة الخطيب عن المغرب؟ نعم، محمود الخطيب وصلني مقطع وشفت هنأ منتخبنا المغربي، وهذا ليس غريب عن هذه الأسطورة. وشكرا له على الدعم، وشكرا للجميع على الدعم لمنتخبنا المغربي، وهذا راه أسطورة يا أخي العزيز. عندما نتكلم عن محمود الخطيب نتكلم عن أسطورة كلاعب. قبل أن يكون رئيس الأهلي المصري كان لاعب، وأنتم تعرفون جيدا حقق أرقام قياسية كلاعب وكرئيس، ومحترم جدا جدا جدا. شفت لقاءات عديدة، والله محترم يا أخي ولا يتكلم كثير، وهذا اللي وصل الأهلي المصري، هو لا يتكلم كثير وحقق أشياء رائعة، وسيحقق أشياء رائعة مع الأهلي المصري مستقبلا، لأنه يعمل بجد ومحترم جدا وأسطورة. وشكرا لك على هذا، فعلا سمعت اللقاء وهو أسطورة صراحة. ما هو كل أناء ينضح بما فيه، نحن نصدر الحب والتسامح والقيم، مفتوح الذراعين نحتوي كل أشقاء وبكل قيم الرياضة وسموها، وكل رئيس نادي هو رمز لترجمة هذه القيم. أدي مردود المؤتمر ده، هو حاطه بمناسبة اللي قاله في المؤتمر ومتابع الراعي الثالث لنادي الأهلي، وهو قال بنحترمه وبنحبه ونقدره، وهو كيف يرون رئيس النادي، لأنه ينضح بالحب وينضح بالقيم الساميه. كل اناء ينضح بما فيها استاذ ابراهيم، ده كلام مصدر الحب ويصدرون الكراهيه، وكل واحد يشيل شيلته، كل واحد يشيل شيلته. لكن تاريخ الاهلي الطويل اللي وصل الى هذه النقطه المضيئه جدا اللي خلت الاشقاء العرب يتفاعلون مع النادي الاهلي ورئيسه بكل هذه الحب، هذه علاقه ما كان يمكن ان تصل ابدا لولا أن طريق الأهلي الطويل والحافل بالإنجازات أضاءته الكثير من الشموع الحمراء، وهي اليوم عن الأستاذ. كذا مرة أسأل الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله إيه اللي كون الكابتن صالح كده، يقول لي كابتن مختار. كابتن مختار التتش كان الكابتن صالح بيعتبره الأستاذ المعلم وصاحب البصمة الكبيرة عليها باشمهندس وعلى كل قيادات الأهلي من بعده. أنا لسه بقول لك إيه، تاريخ مؤسسي متوارث من ناس ورموز حملوا لواء القيم الرياضية الحقيقية والمبادئ الحقيقية اللي تشكل منها هذا الكيان الأسطوري النادي الأهلي.